اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم قرص طريه، وان شاء الله تعجبكم وجربوها. ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايكات عشان يوصل لكم مننا كل جديد باذن الله. هنعمل لكم، هنبدا كده نقول بسم الله وهنبدا مع بعض. احنا عندنا هنا كيلو دقيق او كيلو شويه صغيرين كده كانوا موجودين عندي يعني، وهنحط عليهم معلقة بيكنج باودر. هنبدأ نحط النواشف كلها مع بعض. هنحط معلقة بيكنج باودر، معانا الدقيق ورشة ملح عليه، ومعاه معلقة كبيرة بيكنج باودر، وباكو خميرة زي ده كده او معلقة خميرة كبيرة. بسم الله. ومعانا معلقتين سكر كبار، ونقلب كل المواد الجافة دي مع بعض. كل المكونات الجافة هنقلبها مع الدقيق زي ما انتم شايفين كده. وهن معانا كوباية زيت، معانا كوباية زيت او كوباية سمنة زي ما انتم عايزين. بسم الله. هنحط كده معانا كوباية الزيت. هنبدأ نقلب فيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله تطلع معانا جميلة بإذن الله، وجربوها وان شاء الله هتبقى حلوة بإذن الله. لحد ما نتأكد ان الدقيق، نبدأ نعمل بإيدينا لحد ما نتأكد ان الدقيق كله أخذ من السمنة. ما شاء الله كده كل السمنه دابت في الدقيق. قلنا معانا دقيق ورشه ملح ومعلقتين سكر كبار ومعلقه بيكنج باودر ومعلقه خميره كبيره، ونزلنا بمعلقه بكوبايه الزيت على الدقيق كده زي ما انتم شايفين، لحد ما الدقيق كله يتشرب من كوبايه الزيت، كوبايه زيت او كوبايه سمنه حسب اللي موجود عندكم. وننزل عليها بمعلقتين او نص كوبايه قشطه اللي هي وشه اللبن كده، دي هتخليها معاكم جميله باذن الله. ومعانا لبن، واللبن بقى مش هنقدر نحدده غير لو انت بتعجني. طول ما انت بتعجني ويعني اللي بتحتاجيه تاخديه من اللبن. معانا حوالي مثلا كوبايتين لبن او 3 كوبايات لبن دافيين، واللي تحتاجيه منه هتاخديه على حسب ما تشوف العجينه قدامك كده. دوبنا كل المكونات مع بعض وهننزل بقى باللبن. ومعانا كده اللبن، وننزل كده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنزليش بالكميه كلها مره واحده عشان ربما ما تكونيش محتاجه كل اللي انت حطيتيه، فكده تبوظ منك. ولو ما عندكيش دي ايه بقى تظبط امورك، هتلاقيها الموضوع باظ منك خالص. ننزل باللبن واحده واحده كده على الدقيق لحد ما العجينه تبقى حلوه معاكي. اللي عنده عجانة يحطه في العجانة، واللي ممكن تعمل ايه، تعمل كده في الطبق، تعجن زي ما انا بعجن كده.
وهتفضلي تعجني فيها لحد ما تسيب من ايدك خالص، ما عادش تبقى موجوده في ايدك، وتسيب من الطبق اللي انت بتعجني فيه، وهتلاقيها ان شاء الله طالعه معاكي كويسه باذن الله. ودي العجينه معانا اهي ما شاء الله بعد ما خمرت اهي، نلمها كده معانا، نهبطها شويه كده ونقطعها بقى بقطع كده. بسم الله العجينه معانا ما شاء الله ناعمه جدا 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 اهي ما شاء الله. اهو شايفين معانا ورز جميله جدا بقى، تقعدي كده تغمسي بها الشاي واللبن بالجبنه تديها لاطفالك وللكبار، ما شاء الله جميله جميله جميله. كسلانه تجهزي الفطار كده، تقوم رايحه ايه جايبه قرصتين بحته الجبنه كوبايه شاي ولبن، يا سلام احلى مزاج، والف هنا على قلبك جميعا. لما نخلص الكميه معانا هوريها لكم. وكده الكميه معانا بعد ما قطعناها زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا ايه نبططها. بسم الله هنجيب اول واحده عملناها نشوف سمكه معانا، احنا عايزين السمك التخين ده عشان تطلع معاكي بنتيجه كويسه. هنعمل واحدة كمان، وانا عندي صاجة كده في الفرن بحط عليها الحاجات دي، يعني بدهنها اي مادة دهنية عندك سمنة او زيت، وترص عليها القرص دي تحطها تحت لحد ما قبل يعني تستوي وتلاقيها معاك كويسة، وبعد كده تقوم قبل ما تطلعها بحوالي دقيقتين كده تقوم مولع الشواية من فوق عشان تاخد معاك اللون اللي انت عايزاه. وهنخلص الكمية وهوريها لكم. وكده معانا بعد ما بططناهم اهو وهنسيبهم يرتاحهم. ودي الصاجة اللي انا بقولكوا عليها بعمل عليها الفطير وبعمل عليها اي حاجة بحتاج احطها مباشر كده بدل الصواني اللي مترضاش تخش الفرن، بعمل عليها كل حاجة. وان شاء الله هوريكم النتيجه بعد ما تطلعوا. يا ريت تسيبوه شويه، يعني لازم يتساب شويه بعد ما يتبطط كده، تسيبوه قيمه ربع ساعه يرتاح، وبعد كده تدخلوه الفرن ويكون الفرن بتاعكم سخن. وتعالوا هنشوف مع بعض النتيجه. شايفين ما شاء الله النتيجه بتاعته ما شاء الله جميل جدا جدا، ويا ريت تجربوه وان شاء الله يعجبكم. وما شاء الله شوفوا من قلبه، من قلبه جميل 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 بجد وهش وجميل، ويا ريت تجربوه وان شاء الله ينول اعجابكم باذن الله. قرص طريه وجميله وبالف هنا يا رب. وما تنسوش يا جماعه يا ريت اللايكات والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.